من يفوز بالنهائي؟ في النهاية بصراحة نتمنى نشوف الأهلي، خاطر فريقنا فريق عربي وعندنا علي معلول، يعني فيه التوانسة اللي نتمنى نشوفوهم متوجين في آخر موسم باش يشرفونا ويشرفوا الكرة التونسية. عظيم. علي معلول، رأيك فيما يقدمه مع النادي الأهلي؟ علي الحين صار يعني ركيزة مركز فريق الأهلي، هداف في السنين الأخيرة ما نشوفوش احنا، يعني ظهير أيسر يكون هداف كتير، وصار يعني احنا نجم نقوله كابتن على أرضية الملعب. نتصور انه هذا ما جاش من فراغ، علي قاعد انا نعرفه شخصيا، يعني لعبت معاه، محترف كثير في عقليته وعنده أهداف ثانية، وظاهر انه اللاعب يلقى راحة نفسية. تعرف احنا نلعب كرة القدم لما يكون مرتاح نفسانيا في نادي ويتوفر له ظروف النجاح، انه يقدر يقدم امكانيات 100% ويقدر انه يتطور في الامكانيات بتاعه. نتمنى انه يقعد عليه، ربي يحميه من الاصابات، انه يقعد على نفس المنوال هذايا، خاصة انه كمنتخب تونسي احنا زاده محتاجين انه يكون في الفورم بتاعه، ونتمنى له التوفيق ان شاء الله.